أهلا بكم إلى نشرة مفصلة من الأنباء، نبدأها بالعناوين. المقاومة الإسلامية تطلق أكثر من 100 صاروخ نحو العمق الإسرائيلي والجليل الغربي. المقاومة الإسلامية تستهدف حيفا بصاروخ فلسطيني، والإعلام الإسرائيلي يقول إن الهجوم على قيصاريا يؤكد دقة القدرات الاستخبارية لحزب الله وصعوبة تعامل تل أبيب مع الطائرات المسيرة. أكثر من 70 شهيدا في بيت لاهيا وانتشال أكثر من 90 في جباليا شمال قطاع غزة، ومسؤولة أممية تقول إن ما يجري شمال القطاع أهوال تفوق الوصف. مئات المستوطنين يستبيحون الأقصى تحت حراسة شرطة الاحتلال ووسط إجراءات أمنية في المدينة القديمة تضييق على المقدسيين. المقاومة الإسلامية في العراق تقصف أهدافا حيوية في إيلات والجولان السوري المحتل بالطائرات المسيرة. ومن بينهم أخوين معنا، الإخوة المحررين الأخ يحيى السنوار، أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة. موقع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران ينشر مشاهد من زيارة للشهيد السنوار إلى إيران، وقالب يؤكد أن صورة نضاله حتى اللحظة الأخيرة ستخلق مئات المناضلين وستسرع في تحرير القدس. أهلا بكم. أفاد مراسلنا في الجنوب بأن صلية ضخمة من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت باتجاه الجليل. وأظهرت المشاهد محاولة اعتراض القبة الحديدية اعتراضها الصواريخ، فيما يحاول المستوطنون الاختباء من تلك الصواريخ. إذن ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. أهلا بك ناصر. يعني مشاهد متعددة في فلسطين المحتلة، في الشمال صواريخ المقاومة يعني لازالت تصل شمال فلسطين المحتلة، في القدس مشهد مغاير تماما، اقتحامات للمتطرف بن كفير وجماعته. ماذا في تفاصيل هذا الاقتحام إذا ما أردنا أن نسلط الضوء عليه، وإلى أي مدى يحظى بدعم من نتنياهو وحكومته في هذا التوقيت؟ تحياتي يا را. في الحقيقة بالإضافة للشمال وبل الصواريخ صافرات الإنذار التي لا تتوقف، هناك غزة والقتل الجماعي وهنالك الاعتقالات في الضفة. أما في القدس فقد انتهز المتطرف الوزير بن جبير عيد العرش ليذهب إلى حائط البراك المسمى حائط المبكى، حيث آلاف هناك ركب الموجة وسار باتجاه المسجد الأقصى. جماعته يقولون أنه لم يقتحم المسجد الأقصى، وطبعا حكومة الاحتلال تسمح له باقتحام المسجد الأقصى، لكن حتى لا تتدهور العلاقة مع الأردن أكثر وغضب الأردنيين واضح، دائما نتنياهو ينفي أن هناك أي تغيير في الاستاتيكو وأن الاتفاقيات السابقة أن اليهود يدخلون كسياح وليس للصلاة، لكن لا يلتزمون أبدا. بن جبير أراد أن يحصد مشاهدين
وبالفعل كما قال عنه خصومه في المعارضة الإسرائيلية ووزير تيك توك يريد لايكات من خلال ذلك، ويحاول أن يركب أي موجة سواء كان عيد أو عملية أو مذبحة أو أي شيء، المهم أن يكون حاضر في الدعاية السوداء التي يعتمدها في وجوده السياسي. القدس بحد ذاتها مستباحة أمام شرطة الاحتلال وكثافة الوجود والجيش، ويسمح لليهود كل شيء ويمنع على الفلسطينيين العرب أي شيء. نعم ناصر، ماذا عن الأوضاع في شمال فلسطين المحتلة في ظل استمرار وصول الصواريخ التي تطلق من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية؟ الخطة السياسية الإسرائيلية التي يعتمدها نتنياهو واتهام إيران بمحاولة اغتياله من خلال المسيرة التي ضربت منزله في قيسارية، وهذا توظيف سياسي واضح أنه لا يتم اتهام أي طرف سوى أن إيران هي التي حاولت اغتياله لتبرير أي عدوان وأي جريمة قادمة على إيران. وبالفعل الصحافة الإسرائيلية تقول أنه منظومة ثاد للصواريخ المضادة للصواريخ تم نقلها بواسطة 12 طائرة جميعها وصلت وتم تركيب المنظومة، وإسرائيل تطالب منظومة ثانية. رفع السقف مع إيران والتهديد المباشر والتهديد المضاد من جانب إيران يجعل المنطقة متوترة على ما يبدو في الأيام المتبقية للانتخابات الأمريكية أسبوعين. يريد نتنياهو تسخين الأمور إلى أبعد الحدود وتوريط الإدارة الأمريكية في حرب شاملة. شكرا جزيلا لك ناصر لحام، مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، كنت معنا من بيت لحم. ننتقل إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، معنا من هناك مراسل الميادين حسين السيد. أهلا بك حسين، لو تضعنا في آخر التطورات والمستجدات. نعم يارا، كما بات معلوما تجددت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تحديدا منذ يوم أمس بعد انقطاع لهذه الاعتداءات الإسرائيلية دام 3 أيام وأكثر من ذلك أيضا باتجاه الضاحية. بدأت هذه الاعتداءات إذا ما بدأنا من أمس، أول هذه الاعتداءات طالت منطقة حارة حريك، تحديدا مبنيان سكنيان دمرا بالكامل بغارتين بعدد من الصواريخ من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية في حارة حريك، تحديدا بالقرب من جامع الحسنين أو مسجد الحسنين، وأدى ذلك أيضا إلى دمار كبير في المنطقة المستهدفة، عدا عن استهداف المناطق المستهدفة من قبل المسيرات الإسرائيلية بعدد من الصواريخ. استكملت الطائرات الحربية الإسرائيلية اعتداءاتها باتجاه الشويفات، حي الأمراء تحديدا، مبنى سكني أيضا على دفعتين أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية بذلك الاتجاه، وعادت وأغارت الطائرات المسيرة على نفس المنطقة. الطائرات الحربية استهدفت كذلك الأمر منطقة الحدد، محيط مستشفى السانتاريز تحديدا، بعدد من الغارات، بعدد من الصواريخ، 3 صواريخ على الأقل أطلقت من الطائرات الحربية الإسرائيلية بهذا الاتجاه، وهي منطقة تعرضت خلال الأيام الماضية للعديد من الغارات والدمار في تلك النقاط القريبة من مستشفى السانتاريز كبيرة، مع أن المستشفى وبالرغم من ذلك المستشفى لا يزال يعمل. الغارات الإسرائيلية أيضا استكملت وكان أعنفها باتجاه برج البراجيني أمس، هذه المنطقة أو مجمع سكني بالكامل تم استهدافه من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، أيضا على الأقل 3 صواريخ ثقيلة سقطت على هذه المجمعات السكنية، عدد من المباني دمرت بشكل كامل في تلك النقطة، وعادت الطائرات المسيرة الإسرائيلية وقصفت الطريق المؤدي إلى تلك المنطقة بعدد من الصواريخ من المسيرات الإسرائيلية تحديدا لجهة المريجي، وذلك على ما يبدو لمنع فرق الدفاع المدني من الاقتراب من المكان. أيضا الغارات الإسرائيلية استكملت اليوم صباحا، كان بدأت عند الساعة 5 تقريبا من صباح اليوم باتجاه منطقة الحدد، كذلك الأمر نتحدث عن غارة عنيفة بهذا الاتجاه، واستكملت باتجاه حارة حريك بغارتين على الأقل من الطيران الحربي الإسرائيلي على مباني سكنية في محيط مستشفى بهمن. أيضا تركز الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه النقاط وهذه المواقع وهذه الأبنية السكنية، وتركز نيرانها وصواريخها الثقيلة بذلك الاتجاه لخلق أكبر قدر ممكن من الدمار في هذه النقاط. هذا بالمجمل عن آخر التطورات، ننتظر ونترقب في الساعات المقبلة ما قد تحمله من تطورات مع هذه الاعتداءات الإسرائيلية
المكثفة على ضاحية بيروت الجنوبية. شكرا جزيلا لك حسين السيد مراسل الميادين، كنت معنا من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت إلى جنوب لبنان، ومعنا من هناك علي مرتضى مراسل الميادين. أهلا بك علي، لو تضعنا أيضا في آخر المستجدات والتطورات. تحية طيبة. في آخر المستجدات والتطورات، طبعا سلسلة من الغارات الحربية الإسرائيلية التي استهدفت قبل قليل بلدة ماركة، بالإضافة إلى استهدافات أو غارات استهدفت بلدة برج رحال والطيبي طير حرفة البياض وأيضا بلدات أخرى في القطاع الشرقي كانت قد استهدفت بالغارات الجوية. كذلك بدأت ترشح المعلومات حول أهداف الصلية الصاروخية الكبيرة التي أطلقت من لبنان. هذه الصلية التي تخطت 100 صاروخ ووصلت إعدادها إلى 111 صاروخ بحسب ما أحصيت حين إطلاقها، يبدو بأنها استهدفت تجمعات إسرائيلية بالجملة في الجليل الغربي، حيث حزب الله أعلن عن استهدافه لثلاث تجمعات حتى هذه اللحظة، تجمع في يعرى في شلومي وفي أدميت، بالإضافة إلى تجمعات أخرى كانت قد استهدفتها المقاومة بصليات صاروخية في منطقة السدين في مزارع شبعة. وفي الخلفية أيضا تم قصف قرية شمونة اليوم بصلية صاروخية. بالنسبة للعمق، تبنى حزب الله استهداف صفد بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد، بالإضافة إلى ذلك كنا قد رصدنا صلية صاروخية أطلقت من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها المحتل، حيث رصدت هذه الصلية تطلق، كذلك رصدت صافرات الإنذار تدوي في تلك المناطق. بالنسبة للالتحامات، حتى هذه اللحظة لم يصدر حزب الله أي بيان حول الالتحامات والاشتباكات المباشرة مع العدو على الأراضي اللبنانية، مع العلم بأننا بالأمس كنا قد رصدنا تقدما لدبابات ميركافا باتجاه مروحين، وقد تحدث حزب الله عن تدمير دبابة ميركافا وضرب تجمع في الثكنة المقابلة لمروحين قبل تحركها باتجاه الأراضي اللبنانية. بالنسبة لمشهد القرى الجنوبية، لابد من التأكيد بأننا أصبحنا متأكدين من استراتيجية عسكرية يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتدمير كل ما له علاقة بالحياة الأدمية في المناطق التي يدخل إليها في البلدات الحدودية الأمامية، حيث هناك جملة من التفجيرات التي تحدث باتجاه بحق المنازل الموجودة على الحافة الأمامية كفركلا، فخخت أغلب المنازل التي كانت في مقابل الحائط الفاصل وتم تدميرها، بالإضافة إلى عمل الجرافات الإسرائيلية العسكرية في مناطق لا تصاب بالصواريخ الموجهة على جرف المنازل. بليدة تعرضت لدمار كبير جراء هذه الاستراتيجية، وربما هذا شبيه بما كان يحدث في غزة ويسميه الإسرائيلي باستراتيجية الجنرالات، وهي الدخول إلى منطقة وتدمير كليا لمنع سبل إعادة الحياة إليها، أو لنقل لمنع سبل العيش فيها بعد تركيا. وبالتالي هذا الإسرائيلي كان قد تحدث سابقا بأنه سيدمر القرى الأمامية في لبنان ولن يسمح بعودة الذين خرجوا منها إليها، بالإضافة إلى احتفاظه بحقه بضرب حزب الله حينما يعود إلى تلك المنطقة حتى لو توقف أطلاق النار. طبعا هذه المطالب الإسرائيلية العالية السقف هي كانت قبل المرحلة التصعيدية التي دخلها حزب الله، قبل ضرب بيت نتنياهو وقبل ضرب الجنود الإسرائيليين في تل أبيب في منطقة بنيامينة. بالمجمل هذا الطرح الإسرائيلي ينفذ على الأرض باستراتيجية وحشية تجاه الأرض، تجاه البيوت، تجاه المنازل، تجاه البنى التحتية. هناك تدمير للطرقات، تدمير للمنازل الموجودة على الحافة الأمامية بعد القرى مثل بليدة، يعني لم يتركوا منزلا ولم يزرعوا فيه متفجرات ويفخخوه. وبالمجمل هذه القرى وهذه المناطق التي عانى فيها الاحتلال الإسرائيلي للوصول إليها وللدخول إليها ودفع ثمنها دماء كبيرة، لسيما في كفركلا، مجرد دخوله باتجاه ديسي وكفركلا وقع 25 قتيل من قوة إيغوز في تلك المنطقة، إلا أن استراتيجية الاحتلال واضحة وأصبحنا نلمسها بأن هناك رغبة بتدمير هذه القرى الأمامية نهائيا ومنع الحياة فيها نهائيا. طبعا المقاومة تقوم باستهداف هذه القوات بكل أماكن تموضوعة. كنت قد تحدثت عن كفركلا أثناء قيام قوة إسرائيلية بتفخيخ منزل عند بالقرب من عبارة كفركلا، تم استهداف الجنود على العبارة مرتين في اليومين الماضيين، وبالتالي هناك استهدافات دائمة وتصبح هذه المناطق مناطق رماية بالنسبة للمقاومين، يتم استهدافها بالصليات الصاروخية ويتم استهداف التجمعات في الصليات الصاروخية. ولكن الملفت هو كما قلت الأسلوب البربري لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يخوض هذه المعركة على قاعدة ليس فقط أرض
محروقة، بل أيضا على قاعدة تغيير المعالم الجغرافية في هذه المناطق وتدميرها تدميرا كاملا. طبعا هذا الأسلوب استخدم في غزة، إلا أنه في لبنان يقتصر فقط على مسافة ما يقارب الكيلومتر من الحدود في بعض البلدات، يعني مثلا ميس الجبل دخلوا إلى بعض أحياء فجروا بعض المنازل، أما بليدة تقريبا كل المنازل تم تفخيخها وتفجيرها وقصفها بالغارات وما إلى ذلك. أيضا كفركلة وعديسي هناك دمار كبير. في عيت الشعب لا تزال الاشتباكات والقتالات والقتال يدور داخل عيت الشعب وفي أطراف عيت الشعب مع محاولات لتفجير المنازل. بالمجمل بإمكاننا القول بأن استراتيجية تفجير المنازل تأتي من ضمن الدعاية السياسية والإعلامية الإسرائيلية على أنه أحرز تقدما ما عسكريا في هذه المناطق، وهذا غير صحيح لأن التقدم العسكري يقاس بعمق التقدم وليس بحجم التدمير، لا سيما بأن هذه المناطق هي محطات رماية، يعني حتى المقاومة تطلق صاليات صاروخية باتجاه تجمعات الجنود وأحيانا يكونون يختبئون خلف منازل، وبالتالي هي منطقة عسكرية بحتة، ولكن الإسرائيلي يعاملها على أنها على انعدام، على منع عودة النازحين ومنع وجود أساس الحياة. بالمقابل حزب الله يقول بأن بعد المعركة كل هذا سيبنى والنازحون سيعودون وأهالي البلدات الحدودية سيعودون، وهذه الخطة الإسرائيلية وهذه الأهداف الإسرائيلية عالية السقف لن تتحقق. شكرا جزيلا لك علي مرتضى مراسل الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. في شمال قطاع غزة انتشرت فرق الإنقاذ جثامين نحو 90 شهيدا في جباليا، في وقت استشهد نحو 73 فلسطينيا وأصيب العشرات من جراء قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا. وكانت طائرة الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا ودمرت مربعا سكنيا بالكامل على رؤوس ساكنيه، فأدى إلى ارتقاء أكثر من 70 شهيدا فيما لا يزال العديد تحت الأنقاض. والآن ينضم إلينا من شمال قطاع غزة مراسل الميادين محمود عوضية. أهلا بك محمود، كيف يمكن أن تصف لنا الأوضاع والمشهد في شمال قطاع غزة في ظل هذا الحصار والمجازر التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد الآخر؟ نعم يارا، بالتأكيد العدوان الإسرائيلي متواصل على شمال قطاع غزة، هذا العدوان الذي لم يتوقف منذ 16 يوما وحتى هذه اللحظة، ربما الآن قبل دقيقتين من الآن استهداف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا البلد، تحديدا في شارع المحكمة القديم. 5 شهداء كانوا يركبون عربة يجرها دواب أو عربة بدائية، تم استهدافهم من قبل المدفعية الإسرائيلية وسقى 5 شهداء على إثر هذا الاستهداف، إضافة إلى بعض الجرحى الذين كانوا بجانب هذه العربة وصلوا إلى المستشفى المعمداني قبل دقائق من الآن. هذا الإجرام الإسرائيلي المتواصل في كافة مناطق شمال قطاع غزة، خاصة أن الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس ارتكب مجزرة كبيرة في شمال قطاع غزة، تحديدا في منطقة مشروع بيت لاهيا، استهداف مربع سكني كامل بالقرب من مدرسة خليفة بن زايد في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تقع على إثرها أكثر ربما من 75 شهيدا، وهناك عدد من المفقودين والجرحى في هذا الاستهداف. جاء الاستهداف لعدة عوائل، عائلة الشريف، عائلة الدريوي، عائلة عبيد، عائلة الهندي، أيضا كثير من العوائل التي كانت متواجدة في هذا المربع السكني الذي تم استهدافه. هناك بعض العوائل تم مسحها من السجل المدني بعد استهداف هذه العائلة بالكامل، الوالد والأم والأبناء وجميع أفراد العائلة تم استشهادهم في هذه الاستهدافات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. لا زال شمال قطاع غزة، خاصة مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا ومنطقة الشيخ زايد ومنطقة الفالوجة وبئر النعجة، كل تلك المناطق التي تتعرض لحرب إبادة جماعية وحرب تطهير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي كما حدث بالأمس، وتقدم آليات الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشمالية الشرقية، تحديدا من منطقة المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، حيث اقتربت آليات الاحتلال الإسرائيلي من بوابة المستشفى الإندونيسي وحاصرت المستشفى بشكل كامل. وكما تحدث مدير المستشفى الدكتور مروان السلطان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز حتى هذه اللحظة ربما أكثر من 30 جريحا وبعض الكوادر الطبية داخل المستشفى، وأعلن أيضا بعدها
عن وفاة 2 بداخل العناية المركزة في داخل المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة. أيضا مستشفى العودة هو محاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي بفعل تواجد آليات الاحتلال الإسرائيلي القريبة من منطقة تل الزعتر أو تحديدا من منطقة السكة في الشمال الشرقي لمخيم جباليا، فبالتالي لا يستطيع أحد لا من الجرحى ولا من المرضى ولا من الكوادر الطبية الاقتراب من مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. بالتالي يبقى المشفى الوحيد الذي يعمل في ظروف صحية صعبة ومعقدة هو مستشفى كمال عدوان في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذا المستشفى هو المستشفى الأصغر جغرافيا في منطقة شمال قطاع غزة، تعرض أكثر من مرة للاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي سواء في هذا الاجتياح الأخير أو حتى في مرات سابقة حينما تم اقتحامه أكثر من مرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال مرضى وجرحى بداخله واعتقال أيضا بعض الكوادر الطبية على رأسها مدير المستشفى الدكتور أحمد الكحلوت في حينها. الاحتلال الإسرائيلي يهدد ذلك المستشفى مرة أخرى من خلال القصف المباشر، من خلال الوضع الذي تعاني منه هذه المستشفى في ظل الظروف المعقدة وفي ظل أيضا خطر يداهم حياة الجرحى المتواجدين في داخل هذه المستشفى، مما اضطر كما قلنا إدارة المستشفى للتعامل بسياسة التفاضل بين الحياة والموت، بأن من تستطيع الكوادر الطبية التعامل معه تتعامل ومن لا تستطيع تتركه لمصيره وهو الاستشهاد. نعم. الوضع الإنساني هو وضع خطير في شمال قطاع غزة، وضع متردي، الناس بلا غذاء بلا دواء، حصار مطبق يمنع الاحتلال الإسرائيلي أي أحد من الخروج والدخول إلى منطقة معسكر جباليا وبيت لاهيا والمناطق المحيطة بها، مما يفاقم من الوضع الإنساني المعقد والمتزايد في كافة مناطق شمال قطاع غزة. شكرا جزيلا لك محمود العوضية مراسل ميادين، كنت معنا من شمال قطاع غزة. وبينما تستمر العملية النوعية للمقاومة واصل الاحتلال عدوانه على لبنان وجدد قصفه للضحية الجنوبية لبيروت. مراسل الميادين أفاد بأن سلسلة غارات استهدفت الضاحية وتركزت على منطقة حارة حريك، واستهدفت إحداها مبنى يقع بالقرب من مسجد الحسنين. وفي الجنوب أفاد مراسل الميادين بارتقاء 4 شهداء في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة النبطي فجرا، وكانت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت البقاع أمس فيما ارتقى 5 شهداء بينهم رئيس بلدية سحمر وجرح نحو 10 آخرين في قصف استهدف بعلول في البقاع الغربي. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله يحتفظ بقدرة على مهاجمة العمق الإسرائيلي وتعطيل الحياة الروتينية، وأن الهجوم على قيصاريا يؤكد قدرته العالية في جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة. الإعلام الإسرائيلي أكد أن الهجوم على قيصاريا كشف صعوبة تعامل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية مع الطائرات المسيرة، وأضاف أن الحزب يمتلك أسلحة دقيقة وأنه مستعد للمخاطرة بمحاولات إلحاق الأذى بمسؤولين إسرائيليين. كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن مسيرات حزب الله تسلب النوم من عيون مسؤولي الدفاع الجوي في إسرائيل.
بدءا من عملية بنيامين النوعية وإدخال صواريخ جديدة وصولا إلى استهداف منزل نتنياهو. تطورات تصاعدية تسجلها جبهة لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي. زميل علي مرتضى يرصد مجريات جبهة لبنان وتصدي المقاومة لمحاولات التوغل الإسرائيلي. بعد عملية بنيامين النوعية التي نفذها سلاح الجو في حزب الله، سلاح الجو في الحزب يضرب مجددا، وهذه المرة منزل نتنياهو هو الهدف. مسيرة حزب الله قطعت 70 كيلومترا متحايلة على العشرات من رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي وملاحقة الطائرات المروحية والحربية، وتمكنت من ضرب منزل نتنياهو في قصرية شمال تل أبيب بفارق زمني بينها وبين صفارات الإنذار بلغ أقل من دقيقة واحدة. دقيقة واحدة كان يملكها نتنياهو وسارة لو وجد في المنزل ليحتميا في الملجأ قبل أن تضربهما المسيرة، مدة زمنية غير كافية بالطبع. وتذمر المستوطنون كثيرا بشأن استحالة اتخاذ هذه الإجراءات في مدة كهذه. في حيفا تحولت الأبنية إلى خراب والسيارات إلى مواقد للنيران التي أشعلتها صواريخ حزب الله، حيث تكثف القوة الصاروخية من ضرباتها باتجاه المدينة الأهم في شمال فلسطين المحتلة. والوضع موازن لهذا في صفد وطبرية وكرمائل. أما على صعيد محاولات التوغل في الأراضي اللبنانية، فقد بلغت خسائر الجيش الإسرائيلي في الآليات حتى هذه اللحظة 21 دبابة ميركافا، 4 جرافات عسكرية ناقلة جند، إضافة إلى أكثر من 60 قتيلا و550 جريحا. فيما التقدم الإسرائيلي داخل البلدات الحدودية ونحو المرتفعات بطيء للغاية، ويشهد مقاومة عنيفة في كل المحاور من اللبون غربا وصولا إلى مثلث عيت الشعب القوز حراميا في الوسط إلى كفركلا وعديسي ورب 30 في الشرق. علي مرتضى، جنوب لبنان، الميادين. المقاومة الإسلامية نشرت مشاهد من عملية استهدافها تجمع الكريوت شمال مدينة حيفا المحتلة. هذا وعرض حزب الله بطاقة تعريف للسلاح الصاروخي M80. الضربات القاسية التي تلقاها الجيش الإسرائيلي في لبنان والإقرار بالتكلفة الباهظة للمناورة البرية دفعت أوساطا إسرائيلية عديدة إلى الدعوة إلى النزول عن شجرة الغطرسة والعناد والبحث عن تسوية سريعة تنهي الحرب في لبنان. تقرير هاني فحص.
الإنجازات التي يحققها المقاومون في ميادين القتال في جنوب لبنان ترددت أصداؤها في النقاش الإسرائيلي العام الذي شرع أخيراً في إجراء حساب كلفة المناورة البرية وجدواها في ضوء الضربات القاسية التي تلقاها جنوده وضباطه وارتفاع عدد قتلاه من جراء المواجهات المباشرة مع رجال حزب الله. إن القتال في الشمال مسار غير قصير وليس رخيصا، إنه يجبي ثمنا من أرواح الجنود الإسرائيليين. أمس فقدنا 5 جنود من جولاني، مع ذلك واضح أن إسرائيل لم توجد بعد الظروف التي تسمح بعودة سكان الشمال إلى منازلهم. إقرار مسؤولين وخبراء إسرائيليين بأن الكلمة الفصل التي تحدد معالم اليوم التالي للحرب في لبنان هي للميدان البري دفع العديد منهم إلى الدعوة لوقف الحرب في لبنان وتخفيض سقف التوقعات منها. يجب وقف الحرب في لبنان في لحظة نهاية تنظيف البنية التحتية لحزب الله القريبة من الحدود مع اشتراط خروج الجيش من هذه المنطقة باتفاق. اليوم كان لبنان محور النقاش الأمني لدى رئيس الحكومة، وأعتقد أنه الآن بدأ الحديث عن اليوم التالي للعملية العسكرية، وما تزال هناك عمليات للجيش الإسرائيلي وبنية تحتية لحزب الله يجب معالجتها، ولكن مع ذلك بدأ الحديث عما سيحدث بعد ذلك. وفيما حذر خبراء ومعلقون صناع قرار الحرب في إسرائيل من هوس الانتصار المطلق، نصح آخرون نتنياهو بالنزول عن شجرة الغطرسة واستغلال الفرصة لتحقيق تسوية تنهي الحرب قبل زوال ما أسموه بالإنجازات، وهي إنجازات قابلة برأيهم للتآكل مع الوقت، ولا سيما إذا استعاد حزب الله عافيته بشكل تام. بعد صورة الشهيد يحيى السنوار وهو يقاتل حتى الرمق الأخير، ها هي المسيرة وهي تتجاوز المروحية الإسرائيلية نحو منزل نتنياهو تستكمل انقلاب المشهد رأسا على عقب لدى الاحتلال في معركة صورة. عبد الرحمن نصار. ربما يحرم فارق الإمكانات محور المقاومة إيقاع خسائر كبرى ودمار واغتيالات بين الإسرائيليين، لكن المقاومة إلى جانب منعها الاحتلال من تحقيق كل ما يريده تنتزع منه صورة الهيبة والقدرة على منعها من عمليات نوعية، ولا تسمح له بترميم الردع ولا بإيقاف عملها بمستوياته كافة. حتى في اللحظات التي يتجبر فيها الإسرائيليون وهم يقاتلون المقاومين من دون معرفة هويتهم يصدمون بالقائد الذي يبحثون عنه في الصفوف الأولى، وهو يوقع فيهم خسائر ويقاتل حتى الرمق الأخير ليقدم مشهدية عظيمة إلى أجيال في العالم الحر كله. ما فعله الشهيد يحيى السنوار لم يقتصر على إخراج طوفان الأقصى، بل عرت صور قتاله حتى النفس الأخير ماكينة الدعاية الإسرائيلية بالكامل، وأظهرت كيف يقاتل جيش الاحتلال بالتكنولوجيا من دون الشجاعة، وكيف لرجل ملثم مبتور اليد أن يقاتل جيشاً بأكمله. هي مشاهد سيخلدها التاريخ رغماً عن إسرائيل، ليس آخرها المسيرة التي انطلقت من لبنان وتخطت كل دفاعات الاحتلال ومرت بجانب مروحية تبحث عنها أصلاً وتكمل طريقها إلى منزل نتنياهو بكل ثقة. هذه إسرائيل الخارجة من صور البث الحي للصواريخ الإيرانية وهي تتساقط على قواعدها العسكرية، تسعى الآن إلى موجة دم جديدة لصنع مشهدية معاكسة بين الاستعراض والإنجاز. لكن بما أن المقاومة مستمرة وكما كانت للمقاومين الطلقة الأخيرة دوماً، ستكون الصورة الأخيرة لهم نصراً وشهادة. تواصل إسرائيل سياسة استهداف خيام النازحين الآمنة غير آبهة بالمدنيين والأطفال في استمرار لحرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة منذ أكثر من عام، وآخرها قصف خيام النازحين في دير البلح والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. أحمد غانم.
أنا الآن في المكان الذي استهدفته قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، خيام النازحين كانت هدفاً للجيش الإسرائيلي الذي قصف عدداً من هذه الخيام وألحق فيها أضراراً كبيرة للغاية. عدد من الخيام كما تشاهدون سوتها الصواريخ الإسرائيلية بالأرض. سياسة استهداف الخيام الآمنة التي تؤوي النازحين ما تزال مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يحصد في كل غارة من هذه الغارات المزيد من أرواح المدنيين. والله هم نايمين بالليل الساعة واحدة صار الانفجار، وهم نايمين أولاد صغار والكبار أولادهم أبوهم وأمهم، صارت عليهم الحيطة فتجرحوا وصابوا. خيام نازحين آمنين؟ لا لا، نازحين قاعدين بنوا هالخيمة بالعافية حطوها، لا فيش مكان آمن، كل الأماكن في غزة معرضة للهدم وللخبط وللموت والقتل. هذه هي بقايا الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية الإسرائيلية على هذا المكان، والذي أدى إلى هذا الدمار الكبير كما تشاهدون في ممتلكات الناس وخيامهم. فهم بالكاد وصلوا إلى هذه الأماكن وشرعوا هذه الخيام، فباغتتهم الصواريخ الإسرائيلية. من شارع البيئة وسط دير البلح، أحمد غانم، الميادين. في ظاهرة اليهود المتطرفين، إلى أين يمكن أن تصل عقدة النقص لدى هؤلاء؟ وكيف يمكن تفسير أنها تطفو على السطح عند المحطات المفصلية في الصراع؟ غراسيا بيطار. شعب الله المختار، يصدق اليهود المتطرفون مقولتهم الشهيرة هذه ويسعون إلى ترجمتها حرفياً، يسكرون بها. كلما شعروا بالخطر ازدادوا تطرفاً وعنصرية وفرزاً بينهم كشعب مختار وبقية شعوب العالم. الحرب حالياً وصلت إلى محطة يشعر معها هؤلاء بأن النهاية تقترب، شعور يدفع بالمزيد من ظواهر التطرف إلى أن تطفو على السطح. على شاكلة بنيامين نتنياهو الذي يمثل الواجهة الفاضحة للتطرف اليهودي، ينظر هؤلاء إلى المسيحيين وكل الآخرين بالفوقية نفسها. المسيحيون هم أشخاص لا سلام لهم، سوف نصفي أمرهم عما قريب، علاجهم هو عبر الإنهاء التام. هكذا يتحدث هؤلاء مع إضافة المزيد من عبارات السباب وغيرها، بما ينضح الإناء تماهياً بالواجهة نتنياهو. عندما يحرقون الإنجيل المقدس، عندما يتوعدون المسيحيين بأن لن يبقى منهم أحد، نحن أمام ذروة العتو لدى هؤلاء الذين تسيطر عليهم فكرة التفوق. هي عقدة نقص لا لبس فيها. يصف حاخاماتهم هذا الشعور بالتفوق بأنه أصيل، على قاعدة أن الصهاينة لم يأتوا لطرد العرب من ديارهم بل لجلب الخير والبركة للعالم، ويمكن للعرب أن يفيدوا من ذلك. وكيف يمكن أن ننسى ظاهرة البصاقين في فلسطين المحتلة؟ في قاموس التطرف إنه تقليد صهيوني عتيق ومحمود. هل يمكن أن ننسى رفض السلطات الإسرائيلية طلب الكنائس والأديرة في القدس وحيفا بتأمين حماية لها من اعتداءات المتطرفين اليهود من الاعتداء بالبصق عند مرور رجال دين مسيحيين؟ إنهم أعداء السلام، أعداء الآخر، سواء أكان مسلماً أم مسيحياً أم غير ذلك. ولعل عبارة مارتن لوثر عام 1523 من ضمن المشروع الصهيوني لضرب الكنيسة الواحدة تختصر كل الحكاية، عندما قال: اليهود هم أبناء الرب ونحن الضيوف الغرباء، وعلينا أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل من فتات مائدة أسيادها. هذا هو المشروع المختار لأعداء السلام، والذي مصيره السقوط المدوي. غراسيا بيتار، الميادين.
إلى جبهة الإسناد العراقية، حيث استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية أهدافا حيوية في أم الرشراش إيلات المحتلة والجولان المحتل. وبثت المقاومة الإسلامية صباح اليوم شاهدة من إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الهدف في الجولان المحتل. نشر موقع قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي مشاهد لزيارة قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار خلال زيارته لإيران مع وفد من الحركة قبل سنوات. ومن بينهم أخوين معنا الإخوة المحررين الأخ يحيى السنوار أمضى 25 سنة في سجون الاحتلال الصهيوني وكان محكوم 430 سنة وأخونا روحي مجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الشعوب المسلمة، يا شباب المنطقة الغيارة، التحق المجاهد البطل القائد يحيى السنوار برفاقه الشهداء إن شخصا مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمة سوى الشهادة. حماس حية وستبقى حية، سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكل إخلاص كما في السابق بتوفيق من الله وعونه. والآن نذهب لخان يونس ومراسل الميادين معنا من هناك أكرم دلول. أهلا بك أكرم، لو تضعنا في آخر المستجدات والتطورات لديك. أهلا بك يا روى وبكافة المشاهدين. التطورات بالتأكيد كلها ما زالت تتعلق بتواصل الغارات الإسرائيلية وأيضا ارتفاع عدد الضحايا والشهداء هنا في قطاع غزة في مختلف المحافظات. سنبدأ من شمال قطاع غزة الذي كان على موعد مع مجزرة دموية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 90 فلسطينيا جلهم من النساء والأطفال بعدما قصفت طائرات الاحتلال مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا. حتى الآن يتم البحث عن عشرات المفقودين بحسب المصادر الطبية رغم صعوبة الوضع وأيضا الخطر المحدق على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي ما زال يقصف منطقة محيط مسجد القسام الذي يتعرض إلى هذا العدوان الإسرائيلي والذي وقعت فيه هذه المذبحة. نتحدث عن عائلات بأكملها شطبت من السجل المدني، أعداد كبيرة كما أشرت من الجرحى والمصابين إلى جانب هؤلاء الشهداء والمفقودين. عدد من هؤلاء الجرحى مهدد بالموت المحقق، هذا ما أكدته مصادر طبية في مشافي شمال قطاع غزة التي تئن تحت وطأة الحصار وكذلك انعدام الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بإسعاف وأنقاذ الجرحى والمصابين. إذن عدد الشهداء بالنسبة لهذه المجزرة هو مرشح للارتفاع بدرجة عالية.
الداخلية، على اعتبار أن هناك أيضا كثير من الحالات تعاني خطرا كبيرا، وكما أشرت عدد كبير من المفقودين ما زالوا تحت الركام. هذه المجزرة أضيفت إلى بحر طويل من المجازر الإسرائيلية، أكثر من 2200 مجزرة استهدفت العائلات هنا في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من العام الماضي، وبالتأكيد عائلات كما أشرت شطبت من السجل المدني بما فيها من أطفال ونساء وشيوخ. هذه المجزرة لاقت تنديدا فصائليا وكذلك على صعيد الشارع وحتى مراكز حقوق الإنسان. الكل هنا يتهم الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن بالمسؤولية عن هذه الجريمة وهذه المحرقة المستمرة في قطاع غزة. بالنسبة للتطورات الجارية، مخيم جباليا ما زال يتعرض إلى الإبادة وإلى العدوان الإسرائيلي الكبير، القصف من الجو والبر على أشده. عدد كبير من العائلات المحاصرة تقول أن لديها مصابين وشهداء، يصعب على مركبات الإسعاف الوصول إليهم في ظل الاستهداف الإسرائيلي. كذلك آخر الغارات في شمال قطاع غزة كانت قبل قليل باستهداف إسرائيلي لعربة كارو في منطقة جباليا النزلة، تم انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى والمصابين. في شارع أحمد ياسين آخر منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة تم استهداف أيضا تجمع للمواطنين، تم نقل شهيد وعدد من الجرحى على الأقل. في منطقة اليرموك وسط مدينة غزة استهدف أيضا تجمع للمواطنين وكان هناك شهيد وعدد من الجرحى. إذن يمكن القول أن كل شيء يتحرك في شمال قطاع غزة يتم استهدافه يارا بوتيرة متسارعة في إطار حرب الإبادة والتطهير العرقي الهادفة لتطبيق ما تسميها إسرائيل بخطة الجنرالات الهادفة لاحتلال شمال قطاع غزة وإفراغه من السكان والأهالي. لكن الملاحظ رغم ضراوة العدوان وحرب التجويع والتشريد والقتل والتدمير إلا أن هناك صمودا وثباتا من الأهالي، وإن كان الكثير يدفعون ثمنا لذلك من دمهم على اعتبار أن القصف الإسرائيلي كما أشرت لا يستثني شيء، لا مستشفيات ولا خيام ولا مدارس نازحين ولا تجمعات مواطنين ولا مركبات إسعاف ولا دفاع مدني، فكل شيء مستباح أمام الإرهاب الإسرائيلي. في وسط وجنوب القطاع نتحدث عن شهداء وجرحى في غارات وعمليات قصف مدفعي على مخيم البريج والمغازي والنصيرات وعلى خان يونس وكذلك رفح التي انتشل منها منذ ساعات الصباح وحتى الآن 5 من الشهداء. شكرا جزيلا لك أكرم دلول مراسل ميادين، كنت معنا من خان يونس. صمود وثبات ودعم المقاومة حتى النصر، ثلاثية يؤكدها النازحون مهما غلت التضحيات. ربا حيدر. شو بدي أحكي أنا، يعني باقيين هون شو بدنا نعمل؟ الله بيفرج علينا وصامدين. فاضطرينا نطلع من بيوتنا وجينا قعدنا هون، صرنا 12 يوم تقريبا قاعدين على عين المريسي تحت الشجر انا ووالدتي وخيي. وانا هون 12 يوم مستعدين نضلنا 12 سنه، بس مهم ما نتخلى عن شبر من ارضنا. مش بير وابيت ونزل بده شيء زعل، ايه بدي احط خيمه واقعد فوقه للبيت. مثل ما انك شايفه مستعدين نضل هيك لحتى نرجع اذا الله راد على بيوتنا منصورين، ما عندنا مشكله ابدا، صامدين لاخر نفس فدا المقاومه واولادنا فدا المقاومه، مستعدين نضحي بارواحنا وبيوتنا وكل شيء نملكه حتى اخر نقطه دم، ما نترك ارضنا ما نترك بيوتنا باذن الله وباذن الله منصورين. بهالزمن بعد في دين حق، بعد في دين بطولة لكل اللي بدو على الحرية والبطولة. تفضلوا الميدان، هذا الميدان ناطركم، تفضلوا. نحن بإذن الله منتصرين ورابحين. ايه رح ننتصر وما ماني خايف. لا ولا بدي خاف، لو أنا كبير كنت أنضلت مع حزب الله. إلى هنا تنتهي هذه النشرة. دائما المزيد من الأخبار تجدونها على صفحات الميادين على الإنترنت، الميادين.net في اللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.